السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لكل مواطن عربي. حلقة اليوم حلقة غريبة، أنا ما كنتش عارف أبتديها منين، لكن أنا بحب إن أنا أتجول في كل مكان، وأول لما إيدي أو عيني توصل لنبات حلو جميل غريب أجيبه ونتكلم عنه ونعرف إيه الخصائص بتاعته. لكن حلقة النهاردة أو حلقة اليوم أنا احترت في النبات ده. النبات دي الثمرة بتاعته زي ما انتم شايفين شكلها بالمنظر ده، شايف الحجم بالنسبة للإيد قد ايه. ليه الحجم؟ ان انا قعدت ادور النبات ده اسمه ايه او نظامه ايه. طبعا الاسم اللي انا اشتريته بيه غريب، فقلنا نرجع للعلم والمعرفة وندور، ندور في المراجع، ندور في الحاجات، كله الاقي الشكل ده بس حجم صغير، اسمه قساء الحمير او الحمار، اسمه كده كوسة الحمار او قساء الحمار، لكن حجمها صغير ولما تلمسها بتنفجر وبتطلع البذور بتاعتها، ولما تيجي تفتحها، انا بتكلم على قساء الحمار، تفتحها بتلاقي نظام البذور مختلف. شايف لما انا فتحتها شايف نظام البذر ده؟ التانية قصاء الحمار لما كنت تفتحها بتلاقيها أكنك مثلا فاتح زي ثمرة الخيار، بس بيبقى القلب أصفر، قصاء الحمار القلب مصفر والبذرة مصفرة شوية، بس ده مختلف. حتى لاحظت الله سبحانه وتعالى، لقيت شكل البذرة غريب. أول حاجة، أول مرة أشوف شايف البذرة شكلها إيه، في تعريكة كده وتحس ان هي مرسومة، يعني شايف المنظر اكنها زي حاجة كده مدرعة وشكلها غريب وحجمها غريب. دي البذرة وجامدة، تحس ان هي عاملة زي البذرة بتاعت الاشجار الحمضيات. طيب اسم النبات ايه؟ انا لما جيت اشتريته من مول، فمكتوب عليه كوكارول. سألت الراجل اللي هو بيوزن، فقال لي اللي انا فهمته من كلامه ان ديت الاصل بتاعها دولة بنجلاديش والهند بياكلوها، اللي هي المنطقة بتاعت بنجلاديش وبورما والهند بياكلوها في نوع من انواع الاكل بيسموها الصالونة او الصنونة، الانجليزي بتاعها برضه كوكارول، بس التعبير بتاع السيدة اللي كانت بتبيع لي جنسيتها برضه آسيوية، ليه انت بتعمل لي كده؟ فيعني حسستني، طب يعني دي ثمرة مززة ولا ثمرة مسممة؟ ما هي أكيد حاطينها يبقى بتتاكل. يعني ما دام محطوطة في الحاجات المعروضة في الصف ده بتتاكل. اعذروني، أنا بحب، أنا بتكلم معاكم كأخ أو كصديق، فاللي يشوف الحلقة ما يستهزأش بيا. اللي شدني برضو ان السعر بتاعها غالي، يعني انا مثلا قاعد في دولة الامارات السعر بتاعها 20 درهم، 20 درهم بالمصري انت بتدخل لك تقريبا في حوالي 115 جنيه الكيلو. ليه؟ يعني هي ايه؟ يعني هي بتديني في الاخر ايه؟ طبعا انت بقى عشان بقى تبحث عنها في المراجع، طبعا احنا في للاسف الشديد انا بناشد الاساتذه الدكاتره في جامعات الوطن العربي وكليات الزراعه الوطن العربي، خلي عندكم نظره في الابحاث باللغه العربيه للنباتات الغريبه والنباتات. يعتبر القناه اللي انا عاملها الوحيده اللي جايبه اكتر من 30 نوع نبات غريب. مثلا لما تيجي تلاقي في المراجع مثلا في جامعة الموصل ولا بغداد ولا دمشق ولا القاهرة أو اسكندرية أو عين شمس، تلاقي الدكتور اللي بيتكلم لك على نبات واحد بيكتبه في سطرين ثلاثة بالعافية، تعرف الاسم العلمي منه بقى، بتروح للمراجع الأجنبية وتبحث عنها. لكن احنا محتاجين ده،
خلي بالكو يا ابناء الوطن العربي، احنا من 500 600 سنة احنا اللي كنا بنعلم الغرب كل شيء، احنا اللي كنا بنعلمهم الطب والصيدلة والفلك وكل شيء. الناس دي طلعت القمر من خلال العلم بتاع الحضارة الإسلامية اللي حرقوها في الأندلس واللي حرقوها في بغداد ودمروها. الحاجات اللي بقيت، الأجزاء البسيطة اللي بقيت من خلالها عرفوا يطلعوا القمر ويوصلوا للشمس ويوصلوا للمريخ ويوصلوا اللي عايزين يوصلوا نهاية الكون. وإحنا بنفرح وبنتفرعن لما بنقول إيه؟ أوه ماي جاد، بليز ماما، بليز بابا. لا يا حبيبي، انت بتفرح ان انت بتتكلم باللغة الانجليزية؟ اقسم بالله المراجع بتقول كان طلاب اوروبا بيتباهوا بنطق بعض الالفاظ العربية عشان يقولوا احنا اتعلمنا في الاندلس، وتعلمنا في بغداد، وتعلمنا في القاهرة، وتعلمنا في الدول العربية. احنا اتعكسنا بين احنا اللي بنتعلم من قلدهم. فنرجع لموضوع حلقتنا النهارده، عايزين نعملها مسابقه. طبعا انا سالت طبعا بعض العمال كده من بنجلاديش والهند، فانا لقيت ايه؟ ما في معلوم بابا، ما في معلوم مهندس، دي كده انا عرفت ان هي خربانه. يعني حلقه النهارده حلقه عايزها كده تكون حلقه مثيره شويه. اي مواطن في دول الخليج العربي عنده الثمره دي يقول لنا عن لها في بعض التعليقات بتاعتنا. ده شكلها، ده القلب بتاعها، ودي البذرة، ولما جيت اشتريتها مكتوب عليها كوكارول. كوكارول عربي وانجليزي، لا لقيت في العربي حاجة عنها ولا لقيت في الانجليزي حاجة عنها. فعايزين نعرف بقى ايه الموضوع ده. مستني منكم التعليقات. هتقولوا لي انت ليه بتعمل لنا الحركات دي؟ اقول لك احنا عايزين من خلال القناة ديت ان احنا نعرف العالم العربي ان احنا ما زال عندنا المقدرة في المعرفة النباتية، ما زال عندنا المقدرة ان احنا نتعلم ونوصل لأحسن ما يكون. يمكن اللي انا بعمله النهاردة يجي طالب بعد 20 30 سنة يشوف الحلقة دي يستفاد بيها، او اي حلقة من الحلقات اللي انا عملتها. ممكن في يوم من الايام يتشجع ناس وتعمل حلقات علمية مفيدة. ان انا ببقى حزين قوي لما الواحد بيتعب ويشقى عشان يجيب حلقة بتكلف وبتتعب ومنجيب المراجع ومش بتجيب مشاهدات، ولاقي في أغنية هابطة لمغني هابط في خلال 23 ساعة وليس 24 ساعة، 23 ساعة يجيب 1,400,000 مشاهدة. ده معناه ان احنا في قمة الهبوط، ان الشباب بتاعنا بيروح للأغاني الهابطة والأفلام الغير محترمة ويسيب القنوات المفيدة. تعالوا بقى معانا نشوف قنوات اللي بتعرض حلقات الشيخ الشعراوي كم مشاهدة، حلقات الشيخ الغزالي، دكتور مصطفى محمود، دكتور جوهر، ترى حد يعرفه أصلا، بتاع عالم البحار، ناس الحلوة بتاع زمان السبعينات والستينات والثمانينات. تمام، احنا بنتكلم اليوم عن سمكة القرش. يا الراجل ده كان فظيع، الله يرحمه ويرحم الجميع العلماء. تعالوا مدوا ايديكم بايديا ونحاول ان احنا ننهض نتعلم زراعة، وانا معاكم لنهاية العمر. انا اسف على الاطالة، اسف على الاسهاب، اسف على اي حاجة، آسف لو في أي حد بيفتكرني إن أنا ممل، آسف. بس هي القناة من خلالها بقول اللي أنا عايزه في حدود الاحترام والأدب والأخلاق.
تحياتي لكل مواطن عربي عايز ينهض ببلده بأمته، ينهض بوطنه، يزرع في كل بيت، يزرع في كل شارع وكل حارة، خضره. اوعى تقول النبات ده هيثمر امتى، النبات ده محتاج تطعيم ولا لا، قول انا عايز اخضر، قول انا عايز اعمل لابني ولحفيدي. الناس بتوع زمان هم اللي عملوا كده، كانوا يزرعوا النوى عشان ابنهم وحفيدهم ياكل، كانوا يزرعوا البذرة عشان يعرف ابنه وحفيده ياكل. ما كانش عندهم حب الأنانية ان انا لازم اكل النهاردة، ازرع النهاردة واكل النهاردة، لا، ازرع النهاردة وكل النهاردة للنباتات، الخضر، الفاكهة لابنك، النخيل لأحفادك، ازرع وخضر، خلي الغطاء الأخضر هو اللي يكون سقف حياتنا. دول عربية بت 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 بتقول جاي من الحر في الصيف، دولة الكويت، دولة العراق، السعودية، الإمارات، الخليج. مصر عندنا في بعض الأماكن الصحراوية بيموتوا من الحر، وكذلك المغرب العربي. ازرع، خلي دايما نيتك الزراعة، ازرع خير، ازرع شجرة، ازرع ثمرة، ازرع كل حاجة. واحنا في القناة جبنا لكم اكتر من 375 حلقة، وان شاء الله هعمل حلقات اكتر وهفضل معاكم للنهاية. اعتذر للمرة الاخرى والمرة المليون على كل اطالة، واللي بيعتبرني ان انا ممل اشكرك. شوف قناة تانية تدخل في قلبك السعادة والبهجة، عشان مش هتلاقي السلعة دي عندي. تحياتي لكم جميعا، مع ألف سلامة.